متجدد التحيه بيك يا كابتن فاروق وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. معايا في هذه اللحظات استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير. طبعا استاذ عصام برحب بيك في البدايه، وعايز اخد تعليقك النهارده عن المفاجاه دي وعن مشروع القرن بالنسبه للنادي الاهلي. يعني هو التعليق قاله كابتن محمود الخطيب اللي حسنا فعلت مجلة الأهلي لما قالت في عنوانها اللي ينزل محبوب الخطيب. هذه هي علاقة الأهلي ومحمود الخطيب الذي اتخذ من النادي الأهلي بيت وقبيلة وعائلة، ومجلس إدارته بالمحيط العربي بالتواجد الأهلاوي حتى بأسماء أندية زي ما قلنا لكل جماهيرنا قبل كده. لكن الليلة الحلم تحقق، الليلة ما وعد به الخطيب في برنامجه عائلة الأهلي تحقق أهم البنود. وهو كان الخطيب قال لما كان حلم كنا بندور في مفكرة أحلامنا نفسره إزاي. النهاردة الحلم اتفسر، وكمان إيه؟ بتمويل عربي سعودي إماراتي مصري. الملعب زي ما حضراتكم سمعتوا واكيد انتوا نقلتوا ده لجماهير الاهلي عبر قناته اللي بنتمنى يا رب تبقى هي كمان ضمن قنوات القرن باذن الله. عايز اقول لحضرتك انه لما يبقى واحد من اهم الملاعب في الشرق الاوسط زي ما قالوا، لما الاحصائيه بتاعت الناس اللي بتعمل دراسه جدوى تقول ان الاهلي هو ثالث نادي جماهيريه في العالم، وبالتالي تريد ان تقدم له استاد قد يكون بحسب محدثنا الليله مسؤول الشركه قد يكون هو الأحدث حتى من استاد ويمبلي بعد التحديث. ومن ثم حلم عظيم، حلم يخيم على صناعة الرياضة التي يقدمها الأهلي هدية للدولة المصرية حتى يكون هناك يقين احترافي واقتصادي بصناعة اسمها الرياضة في القلب منها طبعا مصانع كرة القدم اللي هينشأ على ضفاف نهرها الكثير من الصناعات الرياضية الأخرى. شوية وهنلاقي شركات كبرى للملابس وربما براندات مصرية للملابس الرياضية، لأنه الأهلي الزعيم بيتصدر المشهد، وما أسهل أن تراهن كيانات مالية على اسم النادي الأهلي. هذه الشراكة أراها الليلة إتمام لجيل كبير من الأهلي منذ مبادئ التتش مرورا بكابتن صالح سليم وكل الكبار، لكن أتحدث عن من تولوا التحديث وفي ذاكرة الأهلوية. في السابق قدم الامير عبد الله الفيصل رحمه الله، ومن بعده طبعا ولد الامير محمد عبد الله الفيصل، وهم طبعا من المملكه الشقيقه، كل ما يمكن ان يكون دليل الخيرات في حب الاهلي في كل البلدان العربيه. ومن ثم اصبح هو الرئيس الشرفي وقتها الله يرحمه في مجلس مع الكابتن صالح رحمه الله. ايضا الان الشيخ تركي الشيخ الذي تولى عبر دفع الخطيب باسمه وقائمته للانتخابات مهمة كيف يتم تسويق منتج عربي مصري اسمه النادي الأهلي عالميا مش بس شرق أوسطيا. ومن ثم استحق الرجل لهذا الدعم، ولأنه من بلد يحبنا ونحبها مصر السعودية، السعودية مصر، هم أيضا يتولوا مربع الأمن والأمان للوطن في مواجهة الإرهاب وما إلى ذلك. وأظن مباراتنا العظيمة بترتيبات عربية على أرض مصرية السلام ضد الإرهاب كانت أهم رسالة. الليلة أيضا قدم الأهلي العربي المصري نموذج جديد للوفاء، ألا وهو تنصيب الشيخ تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، لتكون المرة الثانية التي تجمع كلتا الدولتين وأشخاص متفردين فيهم في العمل الرياضي، مصر والسعودية أو السعودية ومصر، على أن التعاون المشترك قوتنا الناعمة تبدأ من استثمارنا لكل كياناتنا العظمى. وما أعظم طبعا النادي الأهلي، هو حلم مشروع لكل الأهلوية. لو قلت لك أن في سيدة يعني خمسينية شوية كده دموعها رغرغت مش هتصدقني، والكابتن بيعلن عن بدء الحلم. أظن أنها دموع الفرحة الأهلوية، والبلد دي إن شاء الله فخورة بالأهلي وفخورة بالشراكة العربية اللي أعلنت الليلة. خليني اقول لك برضو ان الشيء المهم ان هو بس مش مجرد ملعب، لكن هو مجرد مدينه رياضيه ترفيهيه، وده شيء اهم من ان يبقى بس فيه ملعب لفريق كره القدم النادي الاهلي. لا هو 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 استاد، قلت لحضرتك الناس فكروا ازاي استثمروا اسم النادي الاهلي عالميا شرق اوسطيا وطبعا محيطنا العربي والقاري بالتالي. ومن ثم هو كيان على بعضه هيتعمل، او يعني مش عايز اقول مول يعني، لكنه بفخامه الخارج الذي يعمل على طوال ايام الاسبوع تقريبا 24 اور زي ما الخواجات بيقولوا 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع 30 يوم في الشهر ما عدا طبعا فبراير، عشان ما حدش يقول لك فبراير يا عم بيقولوا ده 30، انت عارف بقى صيادين الكلام. وبالتالي هي منظومه
صالات سينما، جيمات. ايضا سيكون لدى النادي الاهلي مقصورات اللي هي خاصه برجال اعمال والمحبين اللي ممكن يدفعوا اكتر، 160 وحده، سميها سويت، سميها مقصوره، سميها جناح، سميها زي ما حضراتكم عايزين تسموها، لكنها تمويل غير مسبوق يكفي انها ستكون الاكبر في العالم. جيمات، مكان للاكاديميه، متحفين كبار بيقولوا لنا انهم سيكونوا الاهم حتى من برشلونه والريال، مش في الشعبيه وحجم البطولات، لانه الاهلي في منطقتنا هو برشلونه والريال اوروبا يعني، وبالتالي في الاهميه بس في حجم البطولات برضو الاهلي اكتر تقريبا يعني. ريال مدريد متفوق قاريا، ما اقصدش بقول لك يعني مثلا الاهلي لم يفز ببطوله العالم لكنه فاز بجماهيريه اعرض منهم، وبالتالي هو يمثل للمجتمع العربي برشلونه وريال مدريد والبايرن وكل الكبار في اوروبا، حتى مصر، ما هي مصر دي اكنها المانيا في اوروبا، واللي مش عاجبه هو حر، لكن ده كلام حقيقي جدا جدا يتحقق دائما على ارض الواقع. هذا الشعار العظيم والكيان العظيم سيتم الان بلورته، ويمكن احنا مش عايزين نقول بس سبقنا وقلنا في الانتخابات ان الاهلي يحتاج طفره، شكرا لمن قدمه قبلا، لكن الاهلي يحتاج طفره يقودها الخطيب، طفره في معاني احترافيه، طفره في التسويق الرياضي، طفره في تاكيد صناعه الرياضه، وفي القلب منها مصانع كره القدم، ومن ثم بالتالي باقي الرياضات. طبعا الملعب هيكون فيه يعني احلام كتيره جدا، في بيسينات للمقتدرين يستطيعوا ان يسبحوا ويروا المباراه. يا اخي ما اعظمك يا اهلي، وما اجمل بقى دفء الاشقاء، وان الشراكه عربيه حتى لو كانت بتصميمات انجليزيه، لكن من سيستثمر على ارض بلادنا اللي هي وطنهم الثاني هي اموال عربيه، السعودية، الإمارات، ومجموعة رجال أعمال مصريين إن شاء الله. شكرا أستاذ حسن. شكرا، ويا رب كده إن شاء الله قناة الأهلي بيكوا يا شباب تبقى كمان من أهم القنوات، بل قناة القرن إن شاء الله. حبيبي أمين. ده طبعا كان لقاءنا مع الأستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، بكل تأكيد.